شايفين احنا دلوقتي في المنتجع سيف سامورا، مكان حلو وهادي، استجمام، في حمام سباحة، في سبا. المبنى هنا مكون من 5 ادوار وفي فيلل وفي اماكن حلوة جدا وفي الطبيعة في منطقة اسمها ساجورامو. يلا بينا نصور باقي الاماكن اللي موجودة في المنتجع. زي ما احنا شايفين واقفين في المنتجع دلوقتي في احدى الغرف، وده الفيو بتاعنا. جميلة الصراحة ساجورامو، والمنتجع هنا جميل جدا زي ما احنا شايفين. دي الغرفة عندهم، غرفة حلوة ومنظمة، الفيو كمان جميل، وفي سفير كبير كمان اهو. وفي التلفزيون هنا، وفي ترابيزة حلوة زي ما انتوا شايفين. الغرف جميلة الصراحة، وفي دولاب هنا وخزنة. نيجي للحمام هنا، متنظم بشكل حلو جدا، ومراية كبيرة، وده المكان اللي بتاخد دوش فيه. حمام حلو ومنظم، وفي شطافة كمان هنا. نيجي هنا، ده المطعم زي ما احنا شايفين كده. المطعم برضو ليه فيو، البريكفاست بينزل هنا، بيبقى اوبن بوفيه. في مطعم بالداخل وفي مطعم بالخارج، اللي حابب يقعد جوه او بره. زي ما انتم شايفين مكان جميل جدا، مكان جميل الصراحة ورائع. والمنتجع ده لسه جديد هنا، وفي فيلل كمان هنا. الفيلا مكونة من 6 غرف، وده هنا الريسبشن، وفي قعدات حلوة هنا اللي حابب ينزل يقعد. بس طبعا والزرع والخضار هنا في كل مكان حواليك. لو قضيت ليلة او ليلتين هنا هيبقى استجمام وتجربة جميلة جدا جدا جدا. يلا بينا نتعرف على الأنشطة اللي عندهم. سيف سامورا ريزورت اند سبا. نزلنا هنا بالأسانسير الدور اللي تحت اللي هو -1 عشان نوصل للسبا سنتر. زي ما احنا شايفين كده، ده حمام السباحة الداخلي هنا في المنتجع، وده هنا مكان الساونا، بس مش هينفع ندخل طبعا. عندهم 2 حمام سباحة، ده الداخلي وده الخارجي. هنا ندخل هنا، ده الشاكوزي زي ما انتم شايفين كده، تباعد هنا وسط الخضار ده. وده هنا جيم صغير كده، ودي هنا غرفة المساج زي ما انتم شايفين. اضاءة جميلة، وفيها كمان كابينة للي عايز ياخد دوش بعد ما يخلص مساج. وفي فيلل عندهم للإيجار، بس الفيلل دي هعمل عنها فيديو لوحده. الفيلا دي فيها 6 غرف، عندهم كذا فيلا هنا، وزي ما انتم شايفين المكان حلو وجميل وعلى الطبيعة. كده خلصنا تور داخل المنتجع اللي هو في منطقة اسمها ساجورامو، منتجع جميل. شفنا تصوير بالدرون ودخلنا جوه الغرفة وصورنا، ونزلنا للسبا وصورنا، فمكان جميل جدا. لسه المنتجع ده جديد فاتح من قريب، فحبيت ان انا اجي اصوره، وحبيت ان انا اجي اخد تور في المنتجع هنا عشان اشوف كل حاجة فيه، وافرجكم برضو على الحاجات اللي موجودة هنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك، لو مش مشتركين في القناة اشتركوا وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. سلام.